بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهيوات ناني تقدم لكم صينية أو غراتان البطاطا والدجاج بنكهة الشاورما. الوصفة بسيطة جدا في تحضيرها، وهذا الغراتان يمكن نعملوه كنوع من التغيير على باقي أنواع الغراتان اللي كنعملوه في الأيام العادية. يمكن لكم تقدموها كوجبة غداء إذا رافقناها بسلطة خضراء، ويمكن لكم أيضا تقدموها كوجبة عشاء. تبعوا معي الفيديو وإن شاء الله تعجبكم الوصفة وتحضروها. بسم الله، وأبدأ على بركة الله بالعمل واستعراض المقادير في نفس الوقت. بالنسبة لهذه الوصفة، غادي نحتاجو 750 غرام من البطاطس اللي غادي نسلقوها، وغادي نحتاجو ايضا نصف كيلوغرام، يعني 500 غرام من صدر الدجاج مقطع شرائح بحال هذا الشكل، هذا يعني تكون عريضة شوية. وعندنا غنحتاجو هنايا 2 فص ثوم، 2 فص ثوم مدقوق او معصور. وغادي نحتاجو عندنا هنا، غادي نحطو هاد الدجاج هذا في اناء باش نقعوه، معاه الثوم، معاه ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الحامض، معاه 4 إلى 5 ملاعق كبيره من الحليب، نعمل 4 فقط. عندنا زيت الزيتون ملعقة كبيرة. بالنسبة للبهارات أو العطرية، عندنا هنايا زنجبيل، نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل، عندنا قليل من الملح، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلو أو البابريكا أو التحميرة، عندنا نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة، وعندنا ربع ملعقة صغيرة من الكمون، ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الإبزار، وعندي هنايا ربع ملعقة صغيرة مخلطة بين توابل الشاورما وبين رأس الحانوت، يعني شوية شوية. هاد العطرية كلها غادي نفرغها هنايا فوق الدجاج، وغادي نخلط مزيان، وغادي نخليه ينقع في الثلاجة يعني تقريبا واحد نصف ساعة، يعني أقل شيء نصف ساعة، إلا كان ساعة أو أكثر أحسن. وفي هذا الوقت اللي غيكون كينقع هذا، غادي نحط البطاطس تسلق. أعتذر في استعراض المقادير، نسيت ما ذكرتش لكم ملعقة كبيرة من المايونيز، ضيفوها حتى هي لهذا الخليط وقلبوه عاد باش حطوه يتشرب. هنايا من بعد تقريبا مرور 40 دقيقة، غادي ناخذ مقلاة، هو إما تحطوا هاد الدجاج المنقوع في صينية فرن وتدخلوه يتشوى في الفرن، أو لا أنا اختاريت أنني نعمل هاد المقلاة الثقيلة وحطيت فيها تقريبا ملعقة كبيرة من الزيت، وغادي نفرغ فيها هاد الدجاج. غادي نبقى نقلبو بقوة، وعملتو في هاد المقلاة السخونة مزيان باش يجي بحال إلا مشوي، يعني ما يكونش عنده فرصة فاش يطلق الماء، يجي ناشف. خلال هاد الوقت اللي كيطيب عندنا الدجاج، البطاطا ها هي تسلقات، غادي نقشرها ونهرسها بالهراسة ديال البطاطس. هنايا بعد ما هرسنا البطاطس، ضفنا ليها 2 معالق كبار ديال الزبده و3 د المعالق كبار ديال المايونيز، وغادي نضيفوا لها الملح والفلفل الاسود، وغادي نخلطوها مزيان ونعجنوها جيدا حتى يتمزج هذا الشيء ويتخلط مع بعضه مزيان. هنايا بعد ما خلطنا البطاطا مزيان مع المايونيز والزبده والملح والابزار،
خديت واحد صينية او قالب بحال هذا، دهنته مزيان بالزيت، ودابا غادي نوزع فيه هاد البطاطا هادي، غادي نحطها بهذا الشكل هذا بحيث تكون محفورة من الوسط باش تهز لينا هاد الدجاج. هنايا كما كتلاحظوا ها هي البطاطا سويناها وطلعناها على الحواف ديال القالب. دابا غادي نوزعوا داك الدجاج اللي شوينا من قبل او لقليناه. هنايا كما كتلاحظوا كملنا توزيع قطع الدجاج فوق البطاطس. هنايا غادي نبداو نوزعوا الجبن. انا عندي هنايا شيدر مع الموزاريلا. كانت واحد الاخت سولاتني قالت لي كيف عامل الشيدر. ها هو شوفي لونه كيكون مايل للبرتقالي، ماشي الاضاءه كيكون صفر، لكن هذا كيكون مايل، غالبا كيكون مايل للبرتقالي، وطعمه في الاخير كيخلي شي حموضه، يعني واحد الحموضه خفيفه في الفم. غادي نوزعوه. الا ما عندكمش اعملوا غير جبن الاضام. كملنا هنا توزيع جبن الشيدر. دابا عندي الموزاريلا ما غاديش نديرها كامله، غادي ندير واحد الكميه ونصف الكميه ونصف الباقي حتى تبقى واحد 5 دقائق باش يخرج هذا القالب هذا من الفرن هذا باش غادي نديره. ها هو القالب ديالنا موجود. غادي ندخلوه الفرن مسخن من قبل. مجرد تسخن هاد البطاطا ويدوب هاد الجبن تماما. وكما قلت 5 دقائق قبل ما نخرجوها من الفرن غادي نضيفوا هاد الباقي ديال الموزاريلا.